السلام عليكم ورحمة الله تعالى يا محبي ويا عشاق وصفات الشيخ يونس المغربي. الوصفة والفيديو اللي جايب لكم اليوم هي وصفة جلب الحبيب بالنظر. بالنظر، وما أدراك ما النظر؟ يعني بالنظر سيجلب حبيبك، بالنظر سيجلب الشخص أو إنسان أو الإنسان اللي انت عينك فيه او الانسان اللي انت عينك فيها، يعني بالنظر ستجلب حبيبتك للفراش وللنكاح. يعني سبحان الله، وصفة معجزة، وتجلب لك اي انسانة انت تريدها ومعجب بها وتتمنى القرب والوصال منها او تتمنين انت القرب والوصال منها. يعني بالنظر ستجلب لك هذه الانسان وستصبح خاتما في اصبعك، خاتما في أصبعك، تحت طاعتك، تحت سيطرتك، تحت نفوذك. يعني هذا الإنسان ولو يكون أن مثلا هذا الإنسان تشتغل معك وأنها لا تبادلك نفس الإعجاب ولا تبادلك نفس المحبة وأنت معجب بها وهي لا تهتم بك، يعني بعد أن تقوم لها بهذه الوصفة سوف يزداد يعني وتتغير نظرتها تجاهك ويزداد حبها لك يوما بعد يوم. سوف أول شيء سوف تتغير نظرتها تجاهك، يعني إذا كنت تراك كأنك شخص عادي تشتغل معه، كأنك زميل، كأنك صديق عادي، فبعد أن تقوم لها بهذه الوصفة سوف يتغير كل شيء، سوف تنظر لك كأنك فتى أحلامها أو بالأحرى أنت فتى أحلامها، ستنظر لك على أنك فتى أحلامها، على أنك الشخص الذي تتمناه والذي تريده. يعني سوف تصبح معجبة بك، تحت طاعتك، تحت خضوعك، يعني وتصبح يعني خاتما في أصبعك، وهذا الإنسان يصبح خاتما في أصبعك. يعني مباشرة أن تقوم لها بهذه الوصفة هذه الإنسان يسلب عقلها وتسلب سيطرتها وتصبح معجبة بك وخاضعة لك، فأي شيء قلته لها، يعني تصبح هذه الإنسان معجبة بك ولا يعني عقل وفاقدة عقلها و يعني خاضعة لكلامك. يعني هذه الإنسان تصبح معجبة بك إعجاب قوي، يعني إعجاب بالنظر، يعني بالنظر بمباشرة أن تنظر لها بعد أن تقوم بهذه الوصفة، تنظر لهذه الإنسانة يعني يغيب عقلها وتشعر بإحساس غريب. يعني ولو أنها كانت تنظر لك من قبل مثلا صديقتك أو زميلتك في العمل أو جارتك في الحي، أو كانت تنظر لك في الأول نظرة عادية، ولكن بعد أن تقوم لها بهذه الوصفة سوف تشعر بحب، كأنها تنظر لك أول مرة وكأن حب من أول نظرة، يعني تعجب بك، يعني وتقول يا كيف أن هذا الشخص جميل، أنا لم ألاحظ ذلك من قبل. ويعني سوف تبحث هي عن أي طريقة وعن أي وسيلة لكي تتواصل معك ولكي تأتي ولكي تفتح وتكون بينكم علاقة، ولكي وسوف تبحث عن طرق أو جميع الوصال التي تؤدي إليك، يعني تبحث عن رقم هاتفك، تبحث عن أي موقع لكي تتواصل معك أو تأتيك مباشرة، وبالغالب تأتيك مباشرة وتعترف لك بحبها وإعجابها بك من أول نظرة. يعني سبحان الله تأتيك وتعترف لك بحبها وإعجابها بك من أول نظرة. سبحان الله، وصفة معجزة وعندها تأثير قوي في جلب الحبيب، يعني وعطيتها الكثير من الزبونات وكثير من الزبائن، والحمد لله كان مفعولها وتأثيرها قوي. سبحان الله، يعني كل من جربتها وكل من جربها وكان معجب بإنسانة إلا وجربها وهذه الإنسانة يعني جاءت عنده واعترفت له بحبه وإعجابها به. سبحان الله، وصفة معجزة. وكل ما سنحتاج فيه هو الملح. وما أدراك ما الملح في الأعمال الروحانية. الملح في الأعمال الروحانية له تأثير قوي في التهييج وفي الجلب، وخاصة في هذه الوصفة فهي عندها تهييج وجلب قوي للحبيب، يعني تجلب الحبيب بأول نظرة. الملح، وما أدراك ما الملح. الملح له تأثير قوي في جلب الحبيب، وهذا معروف في الأعمال الروحانية. بالنسبة لهذه الوصفة يعني من الأحسن تقوم بها يوم السبت والأحد، هذه أحسن الأيام للقيام بهذه الوصفة، يعني يجب أن تقوم بها يوم السبت أو الأحد. مثلا قمت بها يوم السبت سوف تأخذ ورقة وقلم أسود. أنا أستعمل القلم الأزرق ولكن أنت تستعمل القلم الأسود أو المدد الروحاني. يعني المدد الروحاني سبق حطيت فيديو عن المدد الروحاني كيف تحضر المدد الروحاني، سواء استعملت قلم أسود أو المدد الروحاني.
فكلتاهما يعني لهم من نفس المفعول. سوف تأخذون ورقة وقلم، ورقة وقلم، يعني مثلا يوم السبت أو الأحد، إذا قمت بها يوم السبت سوف تأخذ ورقة وقلم يوم السبت وتكتب جلبتك 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 بنظري 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 والعين والعين، جلبتك بنظري والعين، جلبتك بنظري والعين، أول ما تشوفني يجيك الحنين وأدخل قلبك مثل السجين. قلنا جلبتك بنظري والعين، وأول ما تشوفني يجيك حنين وأدخل قلبك مثل السجين، لو تبعد عني يوم تصبح كئيب حزين، تحافظ علي للأبد كأني شيء ثمين ثمين، كأني شيء ثمين، كأني شيء ثمين، ما ضيعني من إيدك ولو مرت سنين، يا فلان ابن فلانة أو يا فلانة بنت فلانة. ولا تكتبين اسمي واسم أمي أو تكتب اسمها واسم أمها، إذا كنت لا تتوفر أو لا تتوفرين على اسم أمي ستكتبين يا فلان ابن حواء أو يا فلانة بنت حواء، ستكتبين أو تكتب في مكان الأم حواء. سأعيد، ستكتب جلبتك بنظري والعين، أول ما تشوفني يجيك حنين، يعني جلبتي بالنظر والعين أو جلبتها بالنظر والعين، أول ما تشوفك يجيها حنين، يجيك حنين، وأدخل قلبك مثل السجين، يعني وتدخل قلبها مثل السجين، يعني لما تدخل لقلبها أو تدخلين لقلبه مثل السجين، لن تخرجي من قلبه أبدا، ولو تبعد عني يوم ولو تبعد عني يوم تصبح كئيب حزين، يعني لو تبعد عنها يوم أو تبعدي عنه يوم يصبح كئيب حزين، تحافظ علي للأبد كأني شيء ثمين، يعني يحافظ عليك للأبد وتحافظ عليك للأبد كأنك شيء ثمين في حياتها، كأنك شيء غالي، كأنك شيء يعني له قيمة في حياتها، يعني إذا فارقتك تصبح كئيبة حزينة، وإذا فارقك تصبح كئيب حزين للأبد كأنك شيء ثمين. ما ضيعني من إيدك ولو مرت سنين، يعني ولن يضيعك من إيده ولن تضيعك من إيدها ولو مرت سنين، ولو مرت سنين على هذا الإعجاب من أول نظرة، يعني سبحان الله وصفة معجزة. يا فلان ابن فلان أو يا فلان بنت فلان، سأعيد، جلبتك بنظري والعين، أول ما تشوفني يجيك حنين وأدخل قلبك مثل السجين، لو تبعد عني يوم تصبح كئيب حزين، تحافظ علي للأبد كأني شيء ثمين، ما تضيعني من إيدك ولو مرت سنين يا فلان ابن فلان. ثم مباشرة أن تكتبي الطلسم، يعني إذا كتبتي بالحبر الروحاني اتركي 10 دقائق أو 20 دقيقة حتى يجوف. إذا كتبتي بالقلم مباشرة تأخذين أو تأخذ الملح وتقوم برش الملح هكذا على الطلسم، هكذا ترش الملح على الطلسم بالكامل، هكذا. ثم تترك هذا الطلسم، يعني إذا قمت به يوم السبت تترك هذا الطلسم 10 دقائق، وبعد 10 دقائق تقوم بطي هذا الطلسم هكذا. إذا قمت بيوم السبت، إذا قمت بيوم الأحد نفس الشيء، تقوم بطي الطلسم هكذا وتقوم بالاحتفاظ به في دولاب أو دولاب ملابسك أو خزاناتك، تحتفظ به في دولاب ملابسك أو خزاناتك، يعني وسط الملابس، وسط ملابسك، وتحتفظ به مدة يومين 3 أيام 4 أيام إلى اليوم الذي ستلتقي به هذه الإنسان. مثلا قمت بها يوم السبت وكنت ستلتقي بها يوم الأحد،
فيوم الاحد احمله معك. مثلا قمت بها يوم الاحد وكنت ستلتقي بها يوم الاثنين، يوم الاثنين احمله معك. اذا قمت بها يوم الاحد وكنت ستلتقي بها مثلا يوم الاربعاء او الخميس، يعني يظل وسط ملابسك الى اليوم الذي سوف تلتقي بها، يعني لا تاخذ من وسط ملابسك الا في اليوم الذي ستلتقي بهذه الانسانه. ومباشرة أن تلتقي بهذه الإنسانة يعني وتنظر ليك، تنظر لها وتنظر ليك، يعني مباشرة تفتح هذا الطلسم بدون أن تشعر هي، تفتح هذا الطلسم وتأخذ هذه الملح، وتأخذ هذه الملح وتأخذ منها القليل هكذا، وتأخذ منها القليل وتسقطه في الأرض، تأخذ منها القليل وتسقطه في الأرض، ومباشرة يعني هي تنظر ليك وأنت ترمي هذه الملح، قليل من هذه الملح في الأرض. ثم يعني مباشرة هناك سوف تجلب لك من أول نظرة، ستجلب لك من أول نظرة، وستصبح يعني إنسانة خاضعة لك تحت سيطرتك تحت نفوذك، ولا يعني سوف تبحث عن شتى الطرق لكي تتواصل معك، لكي تتصل بك، لكي تأتي إليك وتعترف بحبها. يعني هذه الإنسانة ستصبح خاضعة لك، يعني لا تستطيع الاستغناء عنك بعد أن تقوم بهذه الوصفة. يعني بعدما تقوم برش الملح وتنظر لها، تقوم بأخذ هذا الطلسم وترجع معك إلى البيت، ترجع معك إلى البيت وتقوم مثلا برميه في مكان، في حديقة أو تراب أو رمال أو مكان بعيد أو خلاء، يعني ترمي في مكان بعيد، المهم يكون هذا المكان الذي ترميه فيه مكان نظيف. يعني مباشرة يعني بعد أن قمت برش الملح في المكان الذي نظرت لك، فهي تصبح خاضعة لك، يعني تحت سيطرتك تحت نفوذك، ولن تستطيع الاستغناء عنك بعد أن تقوم لها بهذه الوصفة. يعني سبحان الله، وصفة معجزة وعندها تأثير قوي في جلب الحبيب. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي، إلى فيديو قادم إن شاء الله. كالعادة من يريد أن يتواصل معي أو يريد عمل خاص يترك لي رسالة في الواتساب الذي سأضعه في صندوق الوصف. تحياتي لكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.